تعرفوا يا جماعة، أنا أحسن شغلي أكرمني فيها ربي إنه بعت لي ابني مسعود وقدرني حتى ربيه على فعل الخير وحب الناس. ونعم التربية والله. بالفعل مسعود الله يحرسه بيخلي لك يا بيرفع الراس، وما في زلمة بهالحارة إلا وبيتمنى يكون عنده ولد مثله. وأهم شغلة فيه إنه شهم وزقرد وقبضاي وبيلحش حاله على فعل الخير لحش. لك إيه لكن قليلة، رقدته معنا لما نقلنا من بيت لبيت. إيه عدم المؤاخذة يا جماعة، العتالين تعبوا من زق الغراض وهو ما تعب. ما بيتعب ابني، مستحيل يتعب. مظبوط. إيه الله وكيلكم لما حمل الصوفية الكبيرة ولحشة هيك على ظهره ورقد على هالدرج، إيه أنا كمشت قلبي بإيدي، خفت ينبق له شي قر أو ينزل له شي فتاء من حمل الصوفية. لسه ما شفته شي وبيحمل صوفية تانية فوق. يا لطيف تلطف، شو ها؟ بالله شو ها؟ الله يجيرنا يا رب. عصيت رجل بنتي الصغيرة تحت طنبر المازوت؟ بلا ذكرت يوم يلي وقع منها سنسال الذهب ونزلت تسحبه من تحت الطنبر. اي والله، اي والله، ابنك مسعود الله يخلي لك يا لوحده، لوحده سحب البنت من تحت الطنبر مثل ما بتسحب الشعرة من العجين. اي الله يخلي لك هالولد، شو بطل. اي والله، اي والله. عمي مسعود، عمي مسعود. خير سعيد، شباب أخذوا مسعود بحالة إسعاف على المستشفى. ابني مسعود؟ الله يجيرنا يا رب. خير؟ لك احكي بسرعة، شو بو مسعود؟ هادي يا سيدي، كنا ماشيين أنا ومسعود بالحارة، ولما وصلنا قدام بيت ست انشراح، قام مسعود شم ريحة غاز طالعة من بيت ست انشراح. وأكيد نط على البيت لأنه بيعرف إنه ما في حدا بالبيت. هذا اللي صار، فات على البيت من الشباك وسكر قنينة الغاز، ولما رجع بده ينزل من على ماسوت المي، وقع وانكسرت رجله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وينه هلأ؟ أبانه مستشفى؟ عمي أبو مسعود، أنت روح على البيت وطمن خالي أم مسعود، لأنه لما قلت لها داخلت ومدري شو صار له. أنا رايح على المستشفى وبحكيكم من هنيك تليفونات، ولا تخافوا، بسيطة إن شاء الله. أمنت بالله على هالنهاية؟ لك شو ها؟ بالإذن يا جماعة. طول بالك. مع السلامة، مع السلامة. لا إله إلا الله، ولا قوة إلا بالله. مسكين يا مسعود، ما بيستاهل والله. شفت؟ شفت هالشب شو شهم وقبضاي؟ الله يسلمه. شو سعيد؟ طمني، اوعى يكون الولد انعطب وعم تخبي علينا. ها نعم، اي منيح، الله يطمنك. عم يقول الشغله بسيطه. لك ايش بنا مسعود؟ والله انا ما رحت على المستشفى مشانك، والله الف الحمد لك والشكر يا رب، الف الحمد لله. طمني، يعني رجله ما صار له شيء؟ كسر صغير بس؟ كسر صغير؟ منيح اللي اجت هيك، الحمد لله يا رب والف الحمد لله. سعيد، طمني دخيلك، طمني على صابونة رجله. صابونة رجله، اوعى تكون صحتت من مكانها. ما صحتيت؟ منيح، الله يطمنك. اعطيني اياه خليني احكي معه. عم يجبروا له رجله؟ طيب امتى نحن ممكن نجي؟ ساعة زمان؟ ايه ماشي الحال، خبرنا كل شوي والتاني الله يرضى عليك. ايه مشان نطمن يعني، انا وامه. الله معك. عم يقول سعيد ما في داعي لروحتنا على المستشفى هلا. شلون ما في داعي؟ شلون ما في داعي روح هلا؟ انا هلا بدي اروح لعند ابني على المستشفى، معقولة يا ضل قاعدة هون وابني بالمستشفى؟ لك طولي بالك هلا يا ام مسعود، طولي بالك شوي، لو رحنا هلا ما رح نستفيد شيء، لانه مسعود بغرفة العمليات، ووقت بيطلع بخبرنا سعيد. وشو الله جابرنا لحتى نستنى هون نحنا؟ بس لحتى نطمن أهل الحارة، هلأ بيكون انتشر الخبر بالحارة كلها ونشغل بال الكل عليه. مسعود هلأ قبضاي الحارة وزكرتي تبعها، هو البطل وسلامته بتهم الكل يا أم مسعود. الله يصلحه ويهديه، شو إنه طايش ومتهور. إيه أبو سعيد، ما لازم نروح نسأل عن مسعود؟ طبعاً لازم نروح.
لك هذا ابن الحارة البار وبطلها، لازم نطمن عليه. ايه قوم لك هلا نوصل لبيت ابو مسعود ونشوف شو صار معه. روح انت سبقني لهنيك وخبرني بالتليفون شو بيصير معك، انا قاعد عم بستنى ابني مسعود بده يخبرني من المستشفى وبدي اطمن. وهواك زادك بالاذن. مع السلامة. ايه سعيد الله يرضى عليك، رجع خبرني شو بصير معكم. يرضى عليك الهي، الله معك. طمني الله يخليك، شو الاخبار؟ عم يقول سعيد ما في داعي نروح على المستشفى، بعد ساعه زمان بخرجوه. ورجله جبروا له اياها؟ ايه مشي حالها، يعني جبروها. قولي على قامتي ان شاء الله. يعني كان ضروري ابني يطلع على الماسوره؟ مين شب فيه بالحاره؟ ما التقى غيره يطلع هالطلعه هي؟ لا يا ام مسعود لا. لا تحكي الحكي قدامي، لا تحكي، الله يرضى عليكي. صحيح في 100 شب بالحارة، بس شباب الحارة كلياتها كوم، وابننا مسعود كوم. ابننا شهم الحارة وبطلها، ومو معقولة ابدا يستنى غيره ليطلع على بيت انشراح، وهو يضل واقف عم يتفرج. اخ، من طول عمره هالولد كثير غلبة. لا تقولي عنه كثير غلبة يا ام مسعود. هذا بطل، شجاع، ما بيهاب من شي، وانت لازم تفتخري فيه. ليش؟ لانه انت امه، انت ام البطل. اهلين رانيا فوتي. لك خير شغلتي لي بالي، ليش بعثتي لي خبر؟ دخيلك يا رانيا، قلبي عم يفور ويغلي، بدي اخذ منك الخبر اليقين. خير شوفي، صحيح انه مسعود بالمستشفى؟ ايه بالمستشفى، بس ما في شي، يعني كسر بسيط برجله. خي هلا ارتحت. تفضل. ها جزان، انت عرفانة عن شو عم تحكي؟ عن شو عم بحكي؟ مسعود هذا اللي مشغول بالك عليه، ما صار لك شهرين فسخة خطبتك عنه. اي واذا هلا لا تجننيني، لك ليكون لساتك معلقة فيه. هلا اذا كنت فاسخة الخطبة انا وياه، يعني ما بيحق لي اني اقلع عليه؟ بصراحة انا ما عدت افهم عليكي ابدا. كوني فسخت الخطبة انا وياه، هذا ما بيمنع ابدا اني اكون معجبة ببعض جوانب من شخصيته. ها هو شو هالجوانب هي؟ انه شهم وشجاع، وهالميزه هي صارت نادره بشباب هالايام. ها قلتيلي، ليش انت ما بتعرفي شلون تعرفنا انا ومسعود على بعض؟ هاتي لي شوف ذكريني. يا ستي كنت الصبح رايحه على الجامعه، واقفه عم بستنى الباص، قام مرق سعيد، هذا الغليظ ابنه لابو سعيد، عرفتي؟ ايه عرفته. ايوه، وبلش يخفف دم ويتغالظ علي، وانه كان يحل عني عبس. وما كان في حدا جنبي؟ لك لا، كنت لحالي، الدنيا الصبح بكير وما في الدومري. وبعدين شو صار؟ لأجل الحظ كان مارق مسعود، قام شافه لسعيد وهجم لك عليه هديك الهجمة، وعلق فيه ضربه على وين يوجعك، وصار يقول له مو عيب عليك تتحركش ببنت من بنات حارتنا؟ وعلقت لك بيناتهم هديك العلقة، مسعود يضرب وسعيد يصرخ، هداك يضربه وسعيد يصرخ، قمت أنا شو خفت عليه للشب، وصرت أترجى لمسعود إنه يتركه. وتركه أخيرا؟ تركه، بس بعد شو؟ بعد ما علمه درس مرتب بحياته ما رح ينسى، وهذا كان أول لقاء بيناتنا. إيه بس على علمي سعيد ومسعود من أعز الأصحاب. إيه بجوز صاروا أصحاب بعدين، لأنه مثل ما بيقول لك المثل، لا تأخذ صاحب إلا من بعد قتله. إيه بس يا خوفي يكون مسعود هو اللي بعته لسعيد ليعمل هيك هالتمثيلية قدامك. معقولة؟ بقى مثل ما بتعرف يا أبو سعيد، أنا كنت معلم مدرسة وبعرفه منيح لمسعود. صحيح هو بليد وخرطبيل وذهنه سميه، بس الشهادة لله كان جريء ومغوار. اي نعم، واضح هالشيء، واضح. وبتعرف مدرستنا قديش مهرهرة وعتيقة، والجرادين والفيران عم تسرح وتمرح بكل رياحة. صحيح، على طول الأولاد عم يشتكوا من هالشيء. اي والله. المهم يا أبو سعيد، كنا مرة مجتمعين بغرفة الأساتذة ومسكرين علينا الباب، وفجأة ما لقينا لك الا جردون كبير قد الدجاجه عم يفعفع برجلينا. نطينا دغري انا والاساتذه والمدير ونائب المدير وامين السر على الكراسي، وبلشنا نصرخ ونولول، نصرخ ونولول. معكم حق، والله شيء بيرحب، والجردون بيحمل مرض الطاعون يا لطيف. وانه كان في حدا يسترجي ينزل ويقتل الجردون؟ عبس، لا تتعب، ما في حدا بنوب. وضلينا واقفين على الكراسي لحتى وصل الخبر لمسعود. واكيد مسعود ما كذب خبر. يا سيدي هذا اللي صار، ترك كل شيء من ايده وركض لعنا على الغرفه، وتناول لك مسطره المدير الغليظه وسلخ الجردون فرد ضربي على راسه وجاب اجله. ونزلتوا بعدين على الكراسي؟ ايه نزلنا، وتشكرنا مسعود وقال له المدير اطلب واتمنى، لازم نكافئك على شجاعتك واقدامك. ايه وشو طلب؟
طلب يسلم مجلة الحائط مع انه ما بيعرف الخمسة من الطمسة. المهم سلمناه المجلة وظل يخربش فيها سنة كاملة. يا سيدي فظيع المسعود، كل يوم عم بسمع عنه قصة جديدة. يا ريت في عنا بهالحارة شي عشرة مثل حكايته. بالفعل يا ابو سعيد كنا بألف خير من الله. بتعرف ابو سعيد انا عم فكر نعمل له لمة لمسعود، يعني هلا اكيد لازم مصاري بالمستشفى. اي والله جبتها يا استاذ، مثل ما عم يوقف مسعود مع اهل الحاره بالشدائد والملمات، لازم اهل الحاره يردوا له شوي من جمايله بهيك ظروف. جبتها. يلا سيدي. يا عيني عليك يا ابو سعيد، تفضل. يلا اخي ابو مسعود، انا بدك تسمح لي. بكير لسه ابو شاكر. المسا برجع بالطمان، الحمد لله على سلامته لهالبطل. الله يسلمك ويخلي لنا اياك. لا تنسى اول ما بيرجع مسعود من المستشفى بتتصل فيني. ها ايه اكيد ولو. يا اهلين وسهلين ابو شاكر. يلا السلام عليكم. الله معك حبيبي، الله معك حبيب القلب. صاحب نخوة هلا ابو شاكر. لو كان صاحب نخوة ما كان خلى مسعود يتعربش على الماسورة. وليش بقى؟ لانه بيته بلزق بيت انشراح وعنده ثلاث شباب كل واحد قد العضاضة، ليش ما خلى واحد من بيناتهم يساعد مسعود او يطلع بداله على الماسورة؟ اه مسعود ما بيحب حدا يسبقه على فعل الخير. ليش؟ لانه شهم، ابنك شهم، فهمتي؟ الشهامة ماشية بدمه. اهلين وسهلين ست انشراح. الله يسلمك. تفضلي تفضلي. كيفكن يا جماعة؟ من الله بألف خير. تفضلي تفضلي. خير؟ شو هالحكي يلي سمعته؟ كله مشان بيتك. لا يا أم مسعود، ما حدا ضربه على ايده وقال له نط على بيت المخلوقة. ما حدا قال له نط. مشان بيتي؟ ليش شو صاير ببيتي؟ يا ستي القصة وما فيها، ابننا مسعود كان مارق من حد بيتكم بالصدفة، قام شم ريحة غاز طالعة من البيت، دق باب البيت ما حدا رد، قام المسكين توسواس لعبة الفارة بيعبه، قال لحاله أكيد جماعة جوات البيت شامين ريحة غاز وأبصر شو صاير لهم، الفارة لعبة بيعبه، حاول يكسر الباب ما انكسر معه، لعبة الفارة بيعبه، ما لقى قدامه طريقة غير إنه يتعربش على الماسورة وينزل على البيت، ولحسن الحظ ما لقى حدا بالبيت. قام سكر أنينة الغاز وفتح الشبابيك ليتهوى البيت، الفار بيلعب بالعب، بس من سوء حظه وهو نازل من على الماسورة انكسرت ووقع على الأرض وصار اللي صار. ايه انتو التانيات كنتوا صلحوا الماسورة يا ست انشراح، الله يصلح الله يصلحكم. بس أنا الغاز خالص عندي. هلا خلصتي الغاز كمان؟ ايه لولا ابني مسعود كان بيتك راح بخبر كان، يعني شرارة شرارة ممكن تحرقه. صدقيني يا خالي من وقت ما رحت لعند أهلي من ثلاثة أيام والغاز خالص، بالعلامة لما فضلت أنينة الغاز حطيتها على البلكون. يلا حصل خير، المهم سلامة مسعود. الله ستر، الله كبير بعد اسمه، يسلم لي هالرب. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. مرحبا عمو. أهلا وسهلا. خير؟ شوفي شو القصة؟ شو وينه مسعود؟ مين الست انشراح مظلومة؟ أنا. تفضلي معنا على المخفر عاوزينك شوي، سألنا عنك بالبيت ما لقيناكي.
شو اخذني على المخفر انا؟ شو القصة يا اخي؟ هلا بتعرفي كل شيء من رئيس المخفر، راح انتظرك برا بالسيارة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لك سعيد طمني، شو الموضوع؟ شو الأخبار؟ وينه مسعود؟ مو على أساس بتفتجيه أنت وياه؟ والله ماني عفهمني بدي أدعم يا أبو مسعود. أخي أنت من الأول، من الأول أنت، فهمني شو في؟ مشان الله احكي شو في، سيارة تركبي احكي. هذا لما كان ممرض عم بيضم جرحه لمسعود، لقى بجراباته ثلاث خواتم ذهب وأسوارة مبرومة. ثلاث خواتم وأسوارة؟ قام الممرض شك بالموضوع واتصل بالشرطة. إيه؟ الشرطة لما حققت مع مسعود اعترف انه كان سارقهم من بيت الست انشراح. شهم والله انا كان قلبي شاككني والله. فعلا فعلا انا طلعت ام البطل. لا يا ابو فارس ما حسرتش نهائيا، وهالحكي اللي عم تقوله مش مقبول قطعيا. شو السبب يا مختار؟ لانه يا ابو فارس بيقلك المثل، يا مبدل بالساهل قديمك، جديدك عدوك مش نديمك. هذا من جهه. من جهه ثانيه ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. نسيت هذه كمان يا ابو فارس؟ ما نسيتها يا مختار، ما نسيتها، بس انا الي عذري. شو عذري ومذري يا ابو فارس؟ يعني مناخذ الوحدة لحم ومنرميها عظم. مرتك هي يا ابو فارس، مرتك ام ولادك، تجي على اخرة العمر تزتها مع جنب مثل الجربينة، كأنه ليلى لم تكن لقيس وعبله لم تكن لعنتر. هذا حكي بينسمع هذا، اشوفه الناس شوفوا. ومين قال لك بدي زتها يا مختار؟ انا بدي اتجوز وحدة تانية والشرع سمح لي بأربعة. هلق من كل تعاليم الشرع الحنيف ما فهمتش الا هذه؟ ها؟ بعدين تعال قل لك تعال، الشرع سمح لك تتجوز اذا بتحسن تعدل بناتهن، وانت كحيان عدمان ما حيلتك الا الصلاه على النبي، بقى خرجك انت تفتح بيتين وتعدل يا ابو فارس. يعني اللي بفهمه من كلامك يا مختار انك ما بدك تروح معي جاهه؟ قال روح معه وقال لك. شو انت ما بتفهم؟ ما بتفهم يا ابو فارس؟ مخك مسكر يعني؟ مقفول مخك انت؟ انا مالي مصلحه يا عمي بهالموضوع نهائيا، ومش نقصني ام فارس تدعي علي بانصاف الليالى. ومن جهتي انا والله بمشي بجنازه وما بمشيش بجوازه، معروفه عنا يعني. بعدين هذا يلي عم تحكي عنها يعني بصراحه مش خرجك، مش خرجك. هو صحيح على وشها في لحسه لبن بس مش خرجك. وليش يا مختار؟ لانه بصراحه ابوها مش معروف اصله، والرجال لازم ياخذ بنت الاصول بتعينه على الدهر والعمر بيطول. احترامي سيدي. اهلين يا سيدي ونور عيني، انا بامرك. ها؟ اي فورا فورا فورا. لا ولا اول شو لحتى اتعوق يا سيدي، ليش مسترجي؟ انتو كلامكن اوامر وحد على رقبتي مثل السيف. طبعا يا سيدي طبعا. بيقولوا يلي أبي يسمعش كلام الكبار بقضي عمره بين الصغار. فورا معاليكين فورا، مسافة الطريق. الله معكن، يحفظ لياكن يا رب، يعلي شاكن يا رب. الله يخليكن، مع سليمة مع سليمة. بدون ياني بالمدينة، طالبيني بشغلي مهم كثير هنيك. هلو ربط يعني؟ معناته خلينا نحل مشكلة أبو فارس هلا وبعدين. لك هلق وقتك ووقته يا ابو سلطان. قال الناس بالناس والقطه بالنفاس.
عم اقول لك لمديني لمديني بتقلي. صحيح هم الفهيمه بعزوته وهم الاقرع بقرعته، ولك يا عم المدينه ما بتحسن تستنى وكل ما عدا بيستنى. على كل حياة وعموما بس ارجع بالسليمه بنحكي بشغله ابو فارس، مش مشكله ما خربتش الدنيا يعني. هلا تفضلوا يعني اذا بتريدوا بلا مطرود يعني. تتعوق مختار؟ شو بعرفني؟ ابعرفش يعني على هوا المشكله اللي لازم حلها هناك. لك مديني هاي مديني عصمه. ولك شو بده يحكي الواحد معكن؟ بس الحق معكن ها، يلي ابيقعدش بين الاكابر ابيعرفش بالدنيا شو صاير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك يا ابو فارس، الله معك يا حبيب قلبي، يا روحي والعمر يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير. تكرم عينك يا زليخة، بكره بقول له يحكي لك مع مدير المنطقة بركي بينظروا بوضعك وبيساعدوكي. اما قول لحالك بتضلي عايشة مرت المختار ومش قليل منوب، ولك كلام على المختار. قلي شو واقف ناطير، انا ناطير وإلي خاطر. مين؟ زليخة؟ زليخة عندنا؟ مش معقول في بيتنا زليخة. خير يا زليخة خير. عم تقول بركي بتحكي لها مع مدير المنطقة. اوف مدير المنطقة فردفشي. طيب اتساهلي معنا شوية ست زليخة، يعني أبصرش نحكي مع نقبة ومع سكرتيرة إلا يعني المدير بالذات. ولك شو بده يحكي الواحد معكن، شو بده يحكي ما بعرفش. على كل حال وينك؟ بعدين بعدين. هلا اختني مش فاضي بتاتا، جاي أنا بمهمة عندي أشغال كثير ضرورية، وأنت يا عايشة روحي الله يرضى عليك حضري لي العباية والعكازة. قوام الله يرضى عليك قوام. خير لوين العزم؟ علمديني رايح على مديني، عندي شغل مهم كثير. اتحركي الله يرضى عليك قوام. لكن بركي بطريقك. هو هو علينا. خلاص يا زليقة خلاص، شو ما بتفهميش الحكي انت؟ قلنا لك بعدين بعدين بالمستقبل يعني فيما بعد يعني. ايمتين يعني؟ لحتاني الله يفرجها. شو شايفتني فاضي اشغال؟ ما عنديش غير شغلتك انا. عم اقلك رايح على المدينه، على المدينه بدهم يستشيروني بامور مستعجله ومهمه. شي قلت بركي يعني؟ وك شو بركي ما بركي؟ علقت لك واني معك يعني؟ لما لحس الطرش ما سمعك. قلنا لك خلاص. بعدين عايشي الله يرضى عليكي فوتي لجوا حضري الغراض لفوت اني حنجر شواربه. اتحركي الله يرضى عليك. عي تكرم عينك. قوامه انت زليخة عوفيت. خلاص يلا الله معك، مع السلامة مع السلامة. يلا يا اختي يلا. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر رح قابل الوزير. يا روحي والعمر. شو قلت يا سطان؟ عيد لشوف شو قلت. كأنك قلت شيء وانا ما فهمته. بدي اتجوز وردة يا بي. وردة؟ بدك تتجوز وردة؟ لك ملأ المتعوش يجتمع إلا على خايب الرجا العمى. ليش بها وردة؟ ولك عم بتعيد بوشي كمان. العمى بعيونك، العمى العمى بقلبك. شو جحش؟ لا ليش جحش؟ الجحش أفهم منك. ليش هيك عم تحكي معي يا بي؟ أنا بحب لوردة وبدي اتجوزها على سنة الله ورسوله. حبك برسله بجسدك أنت وياها بجاه النبي المصطفى. ولك ملأت غير وردة المطلقة يا سطام. أي شو فيها يا بي؟ قال حب حبيبك حب ولو كان تور ودب. ولك دبتك نار تشويك، والله يصطفل فيك. لك انه ما ضل غير المطلع لتاخدها لك يا سطام. ولك من كل البنات ما لقيت غير المغضوبة يلي طفشت جوزها بليلة ما فيها ضو قمر. ما طفشته يا بي، هو انحكم 15 سنة قام بعت له ورقة الطلاق. طبعا انحبس منها ومن افعالها لانه ما حدا بيطلع حدا هيك لله بالله. بس شو بدي قلك، قال يا حامل همك وهم غيرك بيبرق هو وبتضل انت على خيرك. بس يا بي انا بحبها لوردة وبصراحة نحن متفقين على الجواز. جعلوا اتفاق الندامة بجاه كل مين له جاه عند رب العباد.
اسمعوا يا سلطان، ما بدي اسمع منك الحكي مره تاني. مالي اخذ لك غير وضحه بنت ابو هزاع، لو اضبطك منفجر لك يا بي. انت ليش فيك هالطبع؟ كرباج يلسع جسدك لسع. ولك قال وردي قال، ولك هاي من برا وردي ومن جوا قردي، يعني طبقك نافي جواته قافي. يا بي بس انا بحبها. حبك حب وغضب الرب. ولك اذا انت جنيت انا ساعتني بعلي، قسما عظما اذا بتعيد هالقصه مره تانيه لقص راسك بالنص وطالع بزر مخك كمان. الوردي قال. يا بي لا تقسى علي من شان الله. ولك هاي مو قسوه، لانه ابي هو اللي بكاني وبكي علي، مو اللي ضحكني وشمت الناس فيه. ولك يخرب بيتك شو بهيم، بتعرف انك رح تجيب لي السكته بجهلك وقله حيلتك. بعيد الشر عنك يا بي، بس انا مصمم. مصمم؟ عم بتقول مصمم؟ ولك ها ولك ها 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 بدي افتح راسي لاخلص منك ومن رزالتك. خلص يا بي خلص، الله يخليك. ليش هيك عم تعمل؟ هلا بتكسر راسك يا بي. خلص كل شيء بالتفاهم بيصير. الا هالشغله، اذا بتعيد السير مره ثانيه مالك قاعده بهالبيت هون، واذا بتتجوزها بدون شوري لا انت ابني ولا بعرفك، وانا بريء منك ليوم الدين. يلا روح روح قبل ما فيش كل غلي فيك. امرك يا بي امرك. ولك روح نلح، تحرك روح من وشي. ولك تحرك. اخ اخ العم مجنون يحكي وعائل يسمع. شو هالجيل البهيم هاد؟ أهلي أهلي يا سابح مية البطيخ، الناس أكلت وشبعت وهو عم بيحلم بالمريخ. لعمة وردة يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. طمني خير شو صار؟ كنا بالمدينة قابلنا ناس كبار وكل وعدوني صيروا بأمر المختار. يا روحي والعمر فهمني يا مختار، فهمني شو صار بالعاصمة. الله يرضى عليك يا مختار، هلق بتروح بتلم أهل ضيعة كلتهم بساحة كبيرة. يلا قوام. إيه خير لك عجل لا تدمر قلبي. إيه عجل. يلا يا يلا روحي يلا. والعمر يلي بدك بيصير. اتأخر المختار يا أبو هزاع. شو نعمل يعني؟ ها وهي المختار وصل من العاصمة. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك هامور مع سلطيت الجرجير. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك هامور مع سلطيت الجرجير. خير خير مختار، طمنا طمنا. كل شيء من أحسن ما يرام. اتفضلوا على المضافي لخلكن، تفضلوا تفضلوا معاي. تفضل ايه وشو يعني؟ ما وافق يا وردي ما وافق، قال اذا باخدك بيتبرى مني طول العمر. والحل؟ شو برايك الحل يا سطام؟ ما بعرف، وهو المصيبة ما بحسن خالفه. شو رايك نستنى؟ نستنى؟ انا لو بعرفك رجال قد حالك كنت بستنى العمر كله، بس على ما يبدو لساتك. لساتني شو يا وردي؟ ولك اخ شو بدي اقول لحتى اقول؟ قال يا حط همك بايد ابو خديجة، الولد بضله غشيم وما في نتيجة. ما فهمت شو يعني؟ لك يا سطام، أبوك من زمان بده يخطب لك وضحة بنت أبو هزاع، وأمك مثل مكوك الحايك رايحة جاية لعندهم، بقى ليش؟ بس أنا بحبك إلك يا وردي، بحبك إلك. مو صحيح، أصلاً أنت مو فارقة معك، والمهم إنك تتجوز. أنت لو كنت بتحبني كنت أخذت موقف شجاع وما كنت رضيت ببنت أبو هزاع، بس أنا الحق علي اللي حبيتك، وربطت حالي فيك واستنيتك. وردي، وردي وين رايحة يا وردي؟ حل عني يا وردي، بحبك إلك يا وردي. شوقتنا مختار، احكي لنا بقى. شو بدي احكي لكم؟ لا احكي لكم. قال قيراط حظ ولا فدين شطيرة، يعني بالصدفة طاقة حظ طاقة سعد انفتحت عليكم. يعني وافقوا على الجمعية الزراعية؟ وكأنه جمعية هذه؟ قال جمعية، قال هلق وقت الجمعيات هلق. معناته وافقوا على القرض الزراعي. هو هو علينا. لك خي ليش هيك انتوا انانيين؟ ما بتهمكن غير مصلحتكن. والله الأنانية مش حلوة. حلوة الأنانية؟ لا مو حلوة.
ها شفت شلون؟ عم قل لك حظ وقدح بإذن الواحد أحد، ولما بتسايرك الأيام ببيض حمامك على الوتد. صدقت يا مختار. ولازم تعرفوا مو كل مين شاف الذهب عيار، ولا كل فهيم وحرك مختار، بس انتو بالذات يا اهالي قرية حب العزيز الله بعد اسمه اكرمكم فيها مش بيدكن. ونعم بالله يا مختار. حيرتنا يا مختار، قولوا خلصنا. تفضل يا مختار. اهل الضيعة عم يستنوك برا بالساحة، تفضل. يلا يلا تفضلوا تفضلوا يا شباب. انزلوا وقفوا مع الرعية تحت، يلا يلا يلا. بكفي بكفي تصفيق، شكرا. يا اهالي قرية حب العزيز الكرام، ما بديش طول عليكي لانه انا مثل ما بتعرفوا ابحبش اللعي والثرثرة يعني، وخير كلام ما قل ودل، وخير جليس زوادة وظل. الحاصلو اليوم استدعوني من العاصمة، استدعوني المسؤولين الكبار يعني، لأنه مثل ما بتعرفوا أني محبوب كثير هونيك كثير بالعاصمة يعني، وهي أبو سطام وأبو فارس وأبو هزاع شاهدين على هالشي. مزبوط صح. شو صار معك بالعاصمة يا مختار؟ وك شبك بتظل ملهوش يا ابو مرهج جايك بالكلام؟ خلاص ابو مرهج خلينا نفهم بقى شبك. المهم هلقتني في بعض المنح والهدايا ومصاري كثير وعطيه بدها تتوزع مو كيف لضيعه حب العزيز، وقد تم بفضل الله اولا وفضلي ثانيا انتخاب ضيعتنا دون سواها من كل الضياع قريه انموذجيه تتوزع فيها هالهدايا والمنح والمصاري هي. يعني نحنا فقط دون سوينا بدنا ناخذ هالمنح وهالهدايا والمصاري، ومحدش حدا غيرنا بتيتا بتيتا. طيب يا مختار، طيب الله يخلينا لك يا حق. الله يعلي جاهك يا مختار. بقى هيرولي حالكن الله يرضى عليكن، لازم يعني نقيم الزينات ونشعل الأنوار ونرفع الرايات حتى تضهج الضيعة مثل العروس ليلة دخلتها، ولما بيجوا المسؤولين بيبيض وجهنا قدامهن، والوش بيبيض لما القرش بيرخص، ولما الضيف بياكل كرديش وبعد الغذاء بيجعص. بمعنى ثاني يعني نحن لازم نستعد لاستقبالهن استقبال يليق بالرجال، وأنا راح كلف بعضكن بمسائل العزيمة والغذاء والذي منه. وإمتى بدنا يجوا يا مختار؟ قريبا جدا قريبا جدا، طمنوا. أنا ما رجعتش للضيعة إلا لحتى أكدت عليهن مليح، ولو خايفين علي أنا مختاركن علي. الله يقويك يا مختار ويديمك لهالضيعة. يلا هلق حبيباتي، يلا يلا عودوا إلى أشغالكن وعيشوا بانتظار أحلى لحظات العمر يلي بدها تقهر القهر. وناموا وشوفوا منامات هنية، لأنه القرش رح يجري بين إيديكن وتصير الحياة هنية. يلا أنتوا إياه، يلا. أبو فارس أبو مرهج اهتموا بالذبايح، وأبو سطام وأبو هزاع تعالوا معي على المضافة تفهمكن شو بدكن تساوا، تعالوا معي يلا يلا. عمي انت تكفل بالزينة وانا بتكفل بالدبايح. ماشي قول الله. روح تعوقوا الجماعة يا مختار. ولك شو بك يا ابو سطام، شو بك نازل زنبي اذاني من الصبح؟ ليش هيك بصلتك محروقة وطباعك مجلوقة؟ انشوينا بالشمس يا مختار. يا سبحان الله قديشك عجول، الصبر طيب وعلى قدر الصبر بتنول.
مسؤولين هذول مسؤولين مش مين مكان يعني. ما اختلفنا بس صار الدنيا الظهر. يا مختار هلا انت متاكد انه بدهم يجوا اليوم؟ شوفوا على هالحكي الفاضي شوفوا. شو شغلي لعبه قلال هي ولا نكتب بين سميره وبهيه؟ خلاص كل واحد يوقف بادبه احسن ما خليه يوقف على ركبه. والعمى على الصرعه هذه. وصلوا الجماعه يا مختار. ها شفتوا وصلوا احباب قلبي وصلوا. هنن يلي قالوا وهنن يلي فعلوا. تفضلوا. وين المسؤولين؟ مالي شايف حدا. لك ما في حدا. وين المسؤولين؟ مش مبينين؟ شي شي شي. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا ومليون مرحبا بهالطلة الحلوة. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. أهلا, 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 اهلا. روحوا 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 وقفوا تحت مع الرعية مع الرعاعة يعني. يلا اهلا وسهلا ومرحبا. اشرقت الانوار وفاحت الاطياف. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك حضرتك. مختار ضايع حب العزيز. اي انا بلحمه وشحمه وتفضل ارتاحي. لا شكرا. كثير حلو كثير حلو. افيش مانع عنده. يا اهالي قريه حب العزاز الست الحلوه هاون بدها تلقي كلمه فيكين. لا تواخذوني صوتي تعبان من السهر والدخان. يا أهالي ضيعة حب العزيز تحياتي لكم. لن أطيل عليكم فأنا مستعجلة وعندي مواعيد. الحقيقة وبالمختصر من سنين طويلة وبعيدة كتير انطلق من هذه القرية جدي الأول السيد جيمي هانتير. وطبعا هذا كان اسمه الجديد بالمغترب. هون بظن كان اسمه جميل شانتير. سمه قوي كتير يفعس الحي يفعس ويمص سم العقرب ويشفطه شفط. وشاءت الأقدار إنه يستقر بالغربة واشتغل جدي وصار من كبار رجال الأعمال وكفتت عليه الخيرات والمال. وأنا بكل تواضع حفيدته أليسا. أهلين ست أليسا. أهلين يا أبو سطام. محسوبك أبو سطام. تشرفنا. جدي وصى أبي إنه ما ينسى ضيعتكم ويمر كل حين ومين ويدوق ذاتكم ويشرب ميتكم. بس أبي انشغل وبالوصية ما عمل ووصاني إلي قبل ما يموت. وهي أنا جاي قبل ما العمر يفوت لحتى نفذ الوصية وعود جزء من أفضال ضيعتكم على جدي. كف كف يا شباب لجدها جميل شنتاير. الله محيي أصلك والبطن يلي حملك واللي شالك يا ست أليسا. شايف على هالوفاء والحنين؟ لكن الحنين للوطن غلاب. شوفت عينك. تفضل يا ستنا كملي إذا بتريد. هاي جدي وقت اللي هاجر ترك ستي وحيدة عاشت لحالها يا حرام وما كانت سعيدة. وطبعا هي ماتت من مدة بعيدة. المهم جدي ترك وصيته اني اعطي لكل ارملة بهاي الضيعة كل شي بتريده. شو ارامل ما ارامل ولحنا؟ خلاص خلاص سمعنا بدنا نفهم. لا تستعجل. لك مالي مستعجل بس البكي على راس الميت. سمع يا شباب سمع. مش حلوة منكم هيكي. خليها تكمل حكيها. تفضل يا ستنا الكريمة. لذلك انا ارتقيت اني اعطي لكل ارملة بهاي الضيعة دون استثناء سيارة وبراد
وغسالة أوتوماتيك وتلفزيون ملون وساتلايت، وحط لها بالبنك مليون ليرة لحتى تصرف منهم أو تعمل فيهم شي مشروع تعيش منه. ونحن شو بده يصير فينا؟ تفضلي. وهلا رح نحصر الأرامل بالضيعة بمساعدة المختار وبالرجوع لوثائق السجل المدني. هذا كل ما عندي، يعطيكم العافية. تفضل مختار. تفضلي تفضلي. شي بس هذا مو عدل، ونحن الباقيين شو بده يعطونا؟ سمعت شو قال؟ قال وفاء وحنين. طيب ونحن؟ نحن لا رحنا ولا انطرحنا، ما سمعت الحكي بإذنا. سمعت بس مالي مصدق. العم على الحالة عشموني بالعز، صرت الليالي طلع الآية الكذاب وهب الهوى شمالي. طيب والدبايح اللي ذبحناها؟ والطبخات اللي طبخناها؟ والزينة اللي علقناها؟ أخ ما في غيره هالمختار، هو أصل السبب. فعلا ما في غيره. طابخها مع المرأة حتى يكوش على كل شيء، يخرب بيته على العمل. لك حدا بيكمل الحجة بسرعة الجمال؟ أخ على البني آدم أخ، بس دنب الكلب أعواج لو حطيته 100 قالب. للأرامل بس؟ أي نعم يا أم عدنان، للأرامل فقط. كل هالمصاري والخيرات للأرامل بس؟ أي نعم يا شمية، وفوق سيارات بعد. إيه سبحان ربي، بيعطي الحلق للي ماله أدان، والجوز للي ماله سنان، والقريضة لأم عدنان. بتصدق بالله يا مختار؟ يعني الوحدة صارت تشتهي تكون أرملة. شو قلتي؟ عم تتمني موتي يا عيشي حتى يصير معك مصاري وسيارة وغسالة وتلفزيون وصحن ساتلايت؟ الله يقرف عمرك، سقطتي من عيني، يقرف عمري. روحي من وجيولي، روحي من وجي. أنا ما قلت هيك بس. لكن شو معنات كلامك ها؟ على كل حال لينفض هالمولد رح يكون لي معك حديث ثاني. بسيطة يا أم عدنان، بسيطة. عم تتمني موتي؟ موتي؟ مشان شقفة ساتلايت ومشان صاحب التلفزيون ومشان راديو ومشان فرفان وغنتي موتي بالنسبة بآخر العمر ما بيهمناش اللي عمل الحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالفصل يا مختار؟ فصل؟ قول الفصول الأربعة وبالألوان ولا تخاف. وين المسؤولين بدو يجوا لعنا والمصاري والخيرات بدو تكفت علينا كفت؟ طول بالك، طول بالك انت الثاني. بجوز بعدين يعطونا إلنا، وهلق بلشوا بالحريم والولاية. امتى بعدين؟ بعد العيد ما بنعمل كعك يا مختار. ومثل ما لك شايف ركب الخليفة وانفضوا المولد. اشو بيعرفني يعني؟ شلو شو بيعرفك يا مختار؟ مو انت نزلت على العاصمة وقابلت المسؤولين وقالوا لك جايين؟ هو الحقيقة أنا ما قبلتش المسؤولين. المسؤولين لا، لأنه المسؤولين الكبار مش فاضيين لك يا أبو سطام، عندهم اجتماعات مهمة. يا أخي مين قابلت لكان؟ يلي تحت يدين. يعني النائب المسؤول؟ لا، النائب وسكرتيره مش فاضيين، هذول مشغولين مع معلمينهم. مين قابلت لكان؟ قبلت واحد بالوزارة بيشتغل هنيك بداوم، يعني يمكن شغلته ايش بيعرفني شو شغلته. المهم قابلته واحد هيك طويل عريض مهيوب، غرفته كبيره ومفروشه، يعني شيء مهم باينته. قابلته. المهم شو قال لك؟ قال لي هلت الخيرات عليكن يا مختار، بقى هيروا حالكن، هيروا، وبعد بكره جايين لعندكن. ثقلوا العزيمه، لانه الخير يلي جاي لضيعتكن كثير. بقى شو معنى ثقلوا العزيمه؟ ها جاي الخير كثير شو معناته؟ واه فهمني حتى افهم. ومن امتى كنت تسمح للناس تلحس عقلك يا مختار؟ هو هو علينا فهموا ابو سطام، فهموا قليل فهم هذا. انا قليل فهم؟ طيب ليش خليتنا نذبح ونضحي ونزين ونتكلف ونطبخ ونستقبل، وبعد كل هالشي ناكل هالكم اللي لا له لا شكل ولا لون؟ يا جماعه انا متاكد انه شغله الارامل استفتاحيه، ودورنا نحن الرجال وبقية أهل الضيعة بعدهم، وبكرة بتشوفوا بكرة. ومنان يا حصرة؟ قال إجا الحلاق يفتح بالقارع استفتح. على كل حال إكرام الضيف ويجيب ويجيب علينا، ويوم الهدية عيد. إيه طبعا، لأنه ما لك دافع من جيبتك شيء أنت.
حسبي الله ونعم الوكيل على هالنهار. وهلا شو هلق يعني؟ قال له حسني يا سيدي، قال له سيدك عم يشحد. قال هلق، قال يعني إلكم بسعري، أنا المختار وضروب وطراح ونام ولا ترتاح. حكيت لقبيت ونطيت وما حطيت وما طلع لا شيء، مع أنه طباخ السم بدوقه، وأنا كما ترون لا نابني لا قرافي ولا بنطلون. أخ فعلا يا مختار، سكتك كلها مسالك، والصباح فيها أسود والليل فيها حالك. يعني هلق صار الحق علي؟ ولك أخ وميت أخ. قال يا داخل التربي ومعك فاس، بدك تحمل همك ولا هم الناس؟ ولا يا مختار، أنا شايف لك كل هالشغلة كذب بكذب. شلون كذب بكذب؟ ها؟ شلون؟ إيه طبعاً كذب بكذب، لأنه ضيعتنا كلها 13 بيت، ثلاثة منهم مهاجرين، ضلينا 10 بيوت وما فيهن ولا واحدة أرملة. صحيح والله، ولك هي ما خطرت لبنان. وك شلون ما في أرامل؟ ها؟ أرامل في؟ من هن بقى؟ زليخة العمشة. زليخة العمشة؟ ايه زليخة العمشة. شو يعني زليخة؟ مالها بنت ادم وحواء يعني؟ هلا زليخة العمشة فاتت بالاحصاء السكاني وانحسبت ارملة، وبدك تفوت عليها الخير كله؟ طبعا ارملة، مش جوزها ميت؟ من هي المسألة؟ صبر جميل وبالله المستعان. ومين الثانية؟ الثانية وردي. كمان؟ ايه بس وردي مطلقة. نفس الشيء يا خيي، أرملي أو مطلقة، المهم ملهاش جوز، ملهاش جوز، مثل ما قالت الست أليسا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي بجنن يا أبو صدام. يعني اتفاتوا أنتوا جعيصة خانم وتوزعوا كل الخيرات على زليخة العمشة ووردة؟ جعيصة؟ عيب، عيب، مش اسمها جعيصة؟ اسمها أليسا. إن شاء الله يكون اسمها ضراب السخن. سؤالي أنه اتفاتوا أنتوا وياها؟ أي نعم يا سيدي، وبكرة راح يجيبولكن الهدايا. بعدين شبكين حاملين السلم بالعرض؟ ها؟ أنا كلفتكن بالعزيمة حسب المواني ولمصلحة الضيعة، وبيني وبينكن الأنانية مش حلوة. حلوة الأنانية؟ شو الحكي يا مختار؟ من يوم يومن يطالين على التربة أولى بالفطير. ولك يا عمي الله يخليكن ويستر على حريمكن، أنا راسي وجعني وقلبي عاصيز ومشاكل مليش ناقيز بإذنكن. سامعين يا شباب؟ سامعين؟ قال حسب المواني، قال خربها وعد على تلتها، تعيشوا تاكلوا غيرها عن اذنكم. شو هاد يا الشغلة عن جد؟ العمى والله ما لي بصدق عيوني. هلأ معقول زليخة العمشة يصير عندها سيارة؟ والصحن سلطايت كمان. لك مو هيك كمان، وتلفزيون ملون وبراد وغسالة، ولا تنسى مليون ليرة بالبنك. قولي قولي لا باطل، العمى على الحال، العمى مو معقول، مو معقول. سطام يا سطام، ولك يا سطام سطام. ايه بي ايه زين زين، لك زين اشوف بسرعه. يلا نازل يا بي نازل. خير؟ شو في؟ خير ما في شيء. ولك يا ابني برا الخيرات مليانه، وانت يا سمره بالحنه صفنانه. ما عم بفهم عليك. خير يا بي؟ اللي لشوف جوازتك شو صار فيها؟ عم استناك. مو على اساس تخطب لي وحده من بنات ابو هزاع؟ هلا اتركنا من بنات ابو هزاع، ما فيهم وحده والشباب للقلب، لا عين كحيله ولا خدود جميله، اتركنا منهم. اللي لشوف ورده، شو صار بورده؟ شو بده يصير يعني؟ مو قلت لي بتتبرى مني اذا انا اخذتها؟ ولك كنت عم بمزح معك انت الثاني، عم جربك لشو بتحبها ولا لا؟ العمى شو انك ما بتلقى مزح؟ شايفك وامن سحبتك وانك ما بتحبها. بالعكس يا بي، انا بموت فيها. معناتها خلاص اتفق انت وياها، وبكره منروح انا وامك ونخطب لك اياها، لانه يا ابني الجواز ستره والله امر بالستر،
بعدين ما في مانع تاخذ وحده مطلقه، مطلقه وحلوه، ساعتها شوف ما ابهج العمر. اللي لشوف، شو رايك نعمل كتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ شو رايي الخميس الجاي؟ لا تكون عم تمزح يا بي. لا لا ما عم بمزح، يعني موافق. الله يخلي لنا اياك يا بي، هات ايدك ابوسها. الله يرضى عليك، هلا مو وقت البوس، روح استعجلها وشوفها وحاكيها اوام. اللي امك وينها؟ عند بيت عمي ابو هزاع. كثير منيح، كروج انت اوام وشوف ورده واتفقوا. وبلكي ما رضيت يا بي، حاكم هي عنيده وراسها يابس. ايه بترضى، ليش لحتى ما ترضى؟ ايه مالك تيس ولا جحيش، بالعكس عزابي وخال الجيش، بقى شو راح يصح لها احسن منك؟ لك مو عم بتقول بتحبك؟ بلا بتحبني يا بي بتحبني. اصبح توكل على الله وروح اخطبها قبل ما حدا يخطبها غيرك، استعجل برضاي عليك. لوين يا بي؟ راجع ما بتاخر. ولك انت زينة الضيعة كلها يا زليخة، بس يعني بدك مين يفهمك ويقدرك، وانا بصراحة من زمان بحبك، لكن مرتي ام الاولاد ما كانت تخليني اتجوز، الحق معها بتغار علي. لكن لا 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 والف لا، يعني انا لانت بضل ساكت على وجعي وكابس على جرح ملح وانا عم بنشوي على جمر الحب ليل نهار، بقى شو رايك زلليخو بتاخديني؟ ما بعرف تفكر. بس لا تطولي، ها انا ما بقى لي حيل على الصبر بنوب، فرطت تماما يا زلوخ. ولك خلي لي هالوش الصبوح يا رب، ايمت بتريدي مر لعندك اخذ الجواب؟ ما بعرف. مستحية؟ اي والله مالي أدل على العرايس انا. بقى شو قلتي زلاليخو؟ ردي علي زلوختي. خلص خلص بوزع خلص. اصبح رح امر عليكي بكره. شو رايك؟ خوش مادة تفكير المسألة، لابد انه القلوب عند بعضها، وما دام بحبي فالمؤكد انك بتحبيني كمان. ما بعرف تشوف. انا ماشي. بتوصي شي زلوخ؟ لا. رح ابعث لك الخضرة واللحمة مع الولد. بقى طبخي وتنغنغي وشرقي وشرشري قد ما بدك. حاكم انا بحب المرة سمينة المبرة يلي ريحتها زفرة، ما بحب المسلولة يلي مثل المعكرونة الضامرة. لك دخيلة ابتسامة حلوة، انا دخيلة خاطرك. الله معك. مرحبا زلوخ. نين؟ ولك عم بقول نين؟ ولك انا ابو سلطان، شو بكي؟ والله واحد احلاك. شو كان عم يساوي عندك ابو هزاع؟ ما عم بيساوي شي، طلب مني شوية جلي من بعر الغنم، قال ما بده بعر مخلط. قلتيلي بس وينك؟ ديري بالك من هالبلهموطي، عينه فاضية بيشتهي العزل يشبع لطم. اوعك يلعب يعلك مشان يخلصك الغراض، ديري بالك منه. ها لا تأمني له، بعدين القرش غدار يا زليخة، حطيه بإيد القرد بيلعب. لا 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 تخاف علي يا ابو سطان. لك شو ما خاف، انت مرة وحدانية، مرة مستورة ومكسورة جناح، ولازمك رجال يحميكي من غدر الزمان. يعني مثل ما بيقول المثل، زر رجال ولا خرج مال، يعني لقمة هنية مع رجال بظل حيطة ولا خروف بعيطة. مضبوط، يتلم ثمك. وبما انك قرايبتي وبتكوني بنت عم اخت ابن احمى عديلي، فانا قررت اخدك يا زليخه. لك ايه، لانه حرام تكوني لحالك وحدانيه، ما بصير. بقى هي لي حالك وجهزي لي امورك، وانا رايح جيب الشيخ مشان نكتب الكتاب. شو قلتي؟ اذا كان هيك يا ابو سطيم لا تواخذني، يعني بدي فكر شوي. لك شو تفكري؟ احنا ما عنا بنات تقول لنفكر، من يوم يومنا الشعور للرجال. خلص بقى ابو سطيم، خليها لبعدين. لك شو لبعدين يا زليخة؟ معقول من أولها تكسري لي مقاديفي وجاكريني؟ بعدين هذا عمرنا نعيشه مع بعض، معقول نتناقر؟ طيب خلص خلص تفكر. مشي الحال، وينك؟ أنا هلا ماشي، بس ما بدي تشوفي حدا غريب، اعتبارا من هاللحظة ما بدي اياك تبيني على غريب. ليش؟ لأني أنا رجال حمش وبخاف على حريمي، فهمتي؟ فهمت. يلا بخاطرك زلوخ. Thank you.
ورده ورده يا ورده، جايب لك احلى خبر تسمعيه بحياتك. ابي وافق انه نتجوز. شبكي؟ عم اقول لك ابي وافق. شبكي جبتي؟ ايه بس انا ماني موافقه. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت، لانه انت تخليت عني وقت الشده، وهلا جاي تركض وراي انت وابوك بعد ما صرت غنيه. بس انا من وقت لما اعتزناهم يا حسره خذلونا، ولما ناقشت معنا اجوا لحتى يدللونا. بقى روح روح حبيبي، روح وخيط بغير هالمسله. شلون هيك؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله يا مختار. طمنينا يا عي. استلمتي الاغراض؟ انت واحده من الرعيه ولازم اطمن عليكي اول ما شعنا. اي استلمته. استلمتيه؟ وقعتي على الاستلام انت؟ اي بصمت. بصمتي مليح مليح، بالهنا ان شاء الله، الف مبروك. بس ترى الدجاجات يا زليخه عم يطلعوا على السياره وعم يوسخوها، وبصراحة يعني بخاف يخربوها بعدين، بقديري بالك عليهن. الله يرضى عليك. اي شو بدي اعمل؟ هدلون دجاجات ابو جدوع. دجاجات ابو جدوع؟ ايه شو عليه؟ ما عليك انت، اتركي هالشغلة علي، والله لخليه يذبحهن قدام عيني. شو بدي اقول يا ربا؟ يا 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 يا. صحيح، باقي الاغراض وين هين؟ ها؟ باي ما احلاهين، يا الله ما احلاهين. ان شاء الله سبع مباركات يا زليخه، وان شاء الله هيكي يعني بتنبسطي فيهن وبالهنا بتهريهن. شو بدي اعمل فيهن؟ ما عم يشتغلوا تريهن. شلون ما عم يشتغلوا؟ ما بعرف، بجوز عطلات. اوف 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 اوف، العمه 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 على هالنسوه. شلون راحت من بالي هيا؟ نسينا انه ما عندك كهرباء. هذول بيشتغلوا على الكهرباء يا زليخه. كرهبة؟ الله يسامحك يا مختار، همنا اللي أنا الكرهبة؟ أنا لا عندي حق ساعة كرهبة ولا عندي شريط تألحش على الشريط الحكومي وأسرق مثل غيري. الله يصلحك يا زليخة، ليش ما قلتي لي حتى جيب لك كليبة مثل تبعيتي؟ ما بتعرف جنيبك يعني؟ على كل حال مش مشكلة. هلأ صار معك مليون ليرة يا زليخة، مليون مليون بيعملوا العمايل، واني من جهتي رح ساعدك بكل شيء، لا تخافي. بتعرفي يا زليخة اني عملت المستحيل حتى اسحب لك الاغراض من تم السبع سحب؟ العمى بعيون الناس يا زليخة، شو لئيمة وطماعة، ولك بيحسدوا الغجر على ظل الشجر. هنن كلن على بعضهن، شو يعني؟ سيارتين وغسلتين وبردين ومليونين وتلفزيونين وستلايتين، يعني الشغلة كلها مش محرزي. واجتمعوا لك أهل الضيعة كلهم، قال شو بدو يتقاسموهن. شوفي على هاللقم، شوفي يا زليخة. لكن أنا أصريت عند المسؤولين بالعصمة حتى يعطوك إياهن إلك ولوردي. قلت لهم الأرامل أحق من غيرين، بعدين أهل ضيعة حب العزيز كل واحد منهن عنده شقفة أرض عم يزرعها ويأكل منها. بس أنتو أنتو يا حسرت يا حسرت عليكن يا أرامل، ما حيلتكن غير انشغال البال وشهادة فقر حال. الله يخلينا إياك يا مختار. المهم هلق يا زليخة، أنت هلق صرتي ست غنية ومحترمة وكويسة، فلازم تغيري وضعك كله. أبي صرش تظلي هيك، أبي صرش يا زليخة. شو الحكي هذا؟ شلون يعني؟ يعني أنت لازمك بيت حجر ويكون جنبك رجال قوي مقتدر عليه القيمة، يلبق لك مش يشرشحك ويبهدليك. معك حق يا مختار،
خوش يعني عم يتقدموا لي كثير. عم يتقدموا لي؟ يعني صاروا 4-5 بعيون الشيطان، ومثل ما بيقول المثل، ايه من شافني ارملي شمر وركض هرولي، ولما كسروا خطابه باريت امس الليل واحتارت. العمى شو هالحكي هذا؟ شمروا وركض وهرولي؟ ايه ليش مستعجب؟ يعني انا صحيح بشعة بس مستانسة بحسي، بشوف الحلوي ما بعرف ليش بتقرف نفسي. شوف يا زليخة، أنا أبديش يعني اشرح لك وأقنعك، لأنه شغلي واضحة مثل القملي براس الأقرع. أرجال كثير لكن المختار أقدع. يعني أنا مثلا إذا بأخذك مثلا يعني بسكنك عندي بالبيت، وبيتي واسع 3 غرف، بتاخذي انت وحدي وعايشي مراتي وحدي، وبتبقى اوصل القعده، وبتصيري انت مرات المختار، والكل منك بغار وبيوقف قدامك محتار. بقى زليخة شو قولي؟ ها زليخة. انا ابديش يعني اشرح لك واقنعك، لانه شغلي واضحه مثل القملي براس الاقرع. رجال كثير لكن المختار أقدع. يعني أنا مثلا إذا بأخذك مثلا يعني بسكنك عندي بالبيت، وبيتي واسع 3 غرف، بتأخذي أنت وحدي وعايشي مراتي وحدي، وبتبقى أوصل القعدة، وبتصيري أنت مرات المختار، والكل منك بغار وبيوقف قدامك محتار. بقى زليخة شو قولي؟ ها زليخة. يعني ما بعرف شو بدي قلك. المسألة ما بدهاش قوالي زلوختي، والمنيحة ما بدهاش مشورة. أنا مثلا راح لبسيك وغويكي واشتري لك ذهب وتاكلي على كل فرص لون، ومرة المختار يا عمال غير شكل، جاه سطوي وعز، وراح اخذك معي على العاصمه كمان. اي يعني بليلي ما فيهاش ضو قمر راح يكفوت عليك الخير، كفت غراض ومصاري والمختار فوقين بجلالة قدره. العمى يعمي عيونك عمى، لو صحت لست ستي ما كانت اتكلت وارتحمت، يخرب بيتك زلوختي. يعني بيني وبينك، هو من زمان انا مقرره اتجوز، بس يعني لحد هلق مش عارفه مين بدي اتجوز. الشغلة واضحه يا زليخه، يعني بتاخذي انت اي حدا لما بتاخذي المختار بجلاله قدره؟ لا باخذ المختار بجلاله قدره يا مختار. خلاص معناها توكلنا على الله. بس اني لي شرط. شرط؟ وشو هو يا زليخه؟ ها يعني هو شرط واحد وبس يا مختار. كمان انت لك شرط يا زليخة؟ شو هو؟ قولي لا تستحيش، قولي لشوف. اني ابفوتش على ضرة. شو يعني؟ يعني الست مثل الفريكي، ابتحبش الشريكي، بقى اذا بدك اياني بتطلق هديكي. طلقها؟ العمى ليش؟ البيت وسيع وكل وحدة بأوضة، وأنا بعدل بيناتكن، يعني بعرف بعدل، لا تخافي زلوخة. هذا هو شرطي. طيب بترجاك يا زلوخ غيري، يعني بدلي، شو هالحكي هذا؟ يعني عايشي ما رح تضايقك بشي أبدا. أنا ما بفوتش على ضرة، الضرة مرة، أنا بدي جوزي يكون إلي وحدي، أخدمه وبسطه وأعمل كل جهدي. يعني ما فيش نتيجة؟ هذا هو شرطي؟ ايه شو له حقك؟ ماشي زليخة ماشي، بسيطة بكرة منشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلي شو واقف ناطير؟ اني ناطير وإلي خاطير. عايشي؟ عايشي، سلام عليكم.
خير؟ شو في يا ابو عدنان؟ اقعدي اقعدي يا عايشه وافتحي لي مليح ضبنات مخك وفهمي مني احسن ما طخك. خير ان شاء الله، ملهوف شايفتك. اي والله يا عايشه، شو بدي اعمل؟ شو في يا عايشه؟ زليخة مثل ما بتعرفها هاي صارت غنية، آليات عندها ومصاري وغراض كهربائية، يعني ثروة ثروة كبيرة. شو هالحكي؟ لذلك أنا بصراحة بيتت الاستخارة وقررت أتجوزها. شو قلت؟ بدك تتجوز زليخة العمشة أم بربور؟ إي بدي أتجوزها منها، لأن وحدانية مكساورة الجناح والجواز منها ثواب ومنها اجعل الحمى تطرعك إن شاء الله وما يعرف لك الحكيم دواء. شو أنت جنيت كدنك؟ بدك تتجوز زليخة العمشة؟ إيه زليخة؟ شو ما هي زليخة يعني؟ مرة مثل كل هالنسوان. والعمش هذا اللي بعيونها إلو دواء، يعني بخمسين ليرة دواء من عند العطار بطيب، مش مشكلة. ولبسي الخنفسي تطلع ست النسي. ست النسي؟ قال شو بدها تعمل الماشطة بالوش العكر؟ لك هلا شو بدك يا هالحكي يلي ماله طعمه يا ام عدنان؟ اسمعي مليح يا بنت الناس. ولك شو اسمعك وما اسمعك؟ العمى بعيونك العمى، انت اكيد صاير لعالك شي، بدك تتجوز علي؟ ولك هي اخرتها يا ابو عدنان. ولك يا عايشي يا عايشي فهمينا، اي فهمينا يا ملاي. أنا بهالمصاري بفلح وبزرع وبقطع وبزرع وبتصير وبتصور، وبذال ما أكون أبو عدنان واحد بصير أبو عدنانين. بالعكس، شو أبو عدنانين؟ أبو العدنانيين كلين قوي ومقتدر. روح عنا يا، روح من وشي، أنت بدك عصفورية مو جواز. صحيح مثل ما قالوا الرجال عند غرضهم نسوان، يا عبس شوم عليك. لا قولي شو ما بدك، لأنه مش هذا الحكي ولا هذا هو المهم. ليش لسه في مصايب أكتر من هيك؟ معلوم لسه في. المشكلة إنه زليخة أبترضاش تفوت على ضرة كمان؟ إيه طبعا، شو عم نحكي من الصبح يعني؟ الله يرضى عليك يا عايشي، لذلك يعني لازم طلقك حتى ترضى نتجوز. طلقني إلي؟ شكيتك لواحد أحد فرد صمت. بدك تطلقني لتاخذ العمشه مشان المصاري يا ندل يا دون؟ صحيح راحت رجال العز والهيبه واجت رجال ما بتختشي العيبه. يا سبحان الله يا سبحان الله فيك يا شو انك عصبيه؟ شو يعني شو يعني كفرنا يعني؟ شو عم اخليك علي؟ انه منين جايبي هالعنات كله؟ ابعرفش لك يا عايشه يا حبيبتي، الحياه مصاري مش عواطف. يعني مش أحسن ما حدا غيري يتجوزها وياخد كل شيء؟ بيهون عليك غيري يهبش ثروتها يا عيشي. ولك يخرب بيتك شو مفتري، الله ياخدك انت وياها فرد لحظة. ولك اللي بياكل بالخمسة بعدين بيلطم بالعشرة. على كل حال أنا ما بهنش علي العشرة والخبز والملح، لذلك بعد ما بتجوزها وبجيبها لهوني هي والغراض، يعني بشي شهر زمان هيك بدك تقولي راح ارجعك. ايه ولا يهمك. ترجعني؟ ما فشرت عينك. ولك يلي حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، ويلي كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. روح انقلع من وشي، روح اوام. بدك يعني اتطلق وتجي العمشه تصير ست البيت وبعدين ترجعني مثل الزليله؟ ولك فشرت انت وياها. ولك انا بضل عايشه لو لبست جنفيصه وخيشه. وك عايشي اعقلي، ليش هيك انت عصبية؟ اعقل؟ ولك لهالدرجة هارت عليك كرامتك ومرتك ام ولادك لتوطي نفسك لزليخة وتصير تأمرك تتحكم فيك؟ الله يلتئم منك، الله يلتئم منك ولا يهنيك طول عمرك. عايشي ولك حرمت عليك عيشتك. شو نسيت اني انا بنت مختار اكبر منك واخي معلم مدرسة قد الدنيا وجوز بنت عمي عنصر مخابرات؟ بس شو علي يا ابو عدنان، اذا ما بخليهم يربوك لتعرف ان الله حق ما بكون انا عايشة. يا عايشي فهمي علي، انا لازم اتجوز لازم. انضرب على قلبك مين كابشك؟ دربي سد ما يرد والدرب اللي اخذ ما يجيب ان شاء الله. قال جوزوا مشكاح لنعيمة طلعوا الاثنين ما عليهم قيمة. طلقني
طلعني عم فهمك. لك راح طلقك، راح طلقك، مشان هيك انا جاية هلق، بس بترجيك هاي حاولي تفهميني وانا ببقى برجعك عايشة. ايه روح روح ضربت شمط رقبتك شمط. يعني ما في خواص؟ ولك لسه عم تسألني يا شايب يا عايب يلي ما بتخاف ربك؟ طيب مثل ما بديك، بس تذكري انه انت اللي جبتي البلا لحالك. ها طيب ماشي الحال، عايشي روحي وانت طالق 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 بالثلاثة. ها وينك؟ لما بدي ارجع على البيت ما بدي اشوفك هون، فهمتي ولي؟ يلا يلا انخلعي. سطان. لا اهلين ولا سهلين. شوف خيو بالمختصر مفيد ولا منشرح، صوب زليخة ما بتعرف، فهمت؟ شلون يعني؟ يلي فهمته زليخة قرايبتي، مو احنا بنسمح للعالم يعلموا علينا. هلا صارت قرايبتها؟ بس اللي بخاف على عرضه ما بيخليه جوعان. المهم انا خطبت رسمي وصارت العروسة للعريس والركض للمتعيس. لا سيدي ما حزرت، زليخة قرايبتي وانا حافية. أحط بالخرج ركب الخليفة وانفض المولد، واللي سبق عاد على الطبق. يعني ما لعك فضة بالهداوة، بدي ألعن بفطاسك على فطاس اللي خلفوه. لك شو عم تحكي؟ خلك روك اسمك وروك ايدك. هاي 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 هاي. وكيل العروس مين؟ ابو فارس. انت وكيل العروس؟ انا؟ انت؟ ايه؟ تفضل وقع. ايه؟ وقع. العريس اني على بركة الله. الشهود ابو مرهش ان شاهد على راسي. ها تعال ابو سعيد شاهد فينا. من رفاه والبنين ان شاء الله يا مختار. الله يسلمك الله يسلمك يا شيخ. مبروك ان شاء الله يا مختار. الظاهر العروس فرحانه بزفافها الميمون. طبعا طبعا بدها تفرح، اخذ المختار بذات نفسه. تأمرنا شي يا مختار؟ يلا يلا. لا يعطيك العافيه يعطيك العافيه. يلا يلا الله معك. يعني النوم بكير بيخلي الصحة كيف بتصير. يلا الله معك، مع السلامة مع السلامة. يلا يلا من هم. زليخة زليخة مبروك ابن عمي. يا ست هاي الله يبارك فيك هاي، ومبروك عليك انت كمان لانك اخذت المختار يا عمي. بقى شو بدك احسن من هيك يا زلوختي؟ وكتبت لك مثل ما بدك. ها مثل ما بدك، 300,000 مقدم و 300,000 مؤخر. بقى جخي وتبهوري قد ما فيك يا زلوخه. مش من حقي يعني؟ مش من حقي اضمن مستقبلي يا مختار؟ بركة دن طلقتني بعدين. حق حق ما فيهاش كلام الا حق. بدك الصراحة؟ اني من زمان مفكرة اخدك، بس ما بعرف ليش انت ما كنت تسيرني. بتحبيني يا زليخة؟ لعمة. شو السؤال هذا؟ طبعا لازم تحبيني، انا رجال ابن اصل ومعروف بي وعمامي وفشروا الشباب ورجال قدامي. فيك البركة. ولا تنسي اني مختار الضيعة،
مش اي رجال هيكي على البيعة. وكل يلي بدي اياه منك لا تنسي قديش ضحيت من شانك. طلقت مرتي ام ولادي لا تهريني بسنانك. بعرف بعرف، بس اني كمان ضحيت يا ابن عمي. انتي ضحيتي بشو؟ شلون بشو؟ ضحيت بالمصاري وهالغريض من شانك. ليش اني يعني شو بدي اعمل فيهن؟ يعني بدي اخذ لك اياهن لو سمح الله؟ انا وانتي بدنا نستعملهن ونتهنى فيهن سوا، يعني مره وجوزها صرنا شبنا زلوخ. شلون بدنا نتهنى فيهن اذا هن رايحين؟ رايحين؟ رايحين فين؟ شلون فين؟ ليش ما بتعرف؟ شو بدي اعرف؟ ليش ما قريت الشرط بالوراق؟ وكأنه شرط هذا؟ بقي هالبحصة خلصين عين شفتي دمي ولك. الشرط اللي بصموني علي هيك فهموني، قال الغريض بيظلوا إلي طول ماني أرملي، بس اتجوز بياخدوهن بيسترجعوهن. يعني هيك الشرط؟ المهم هلق أنا وإنت نحنا أخذنا بعضنا بعد كل هالحب، بقى شو بدنا بهالمصاري وهالغريض؟ انت معك مصاري والمفروض انك تصرف علي من جيبتك. وك شو عم تحكي انتي؟ يعني الغراض راحوا؟ ايوه يروحوا لجهنم. انت ليش زعلان؟ انت عندي بالدنيا كلها. يخرب بيتك يخرب بيتك. ولا يا يا راسي راح ينفجر. راحوا الاغراض يخرب بيتك يا بومي، يخرب بيتك يا شوحة. النقطة ترشك يا مختار رش. مصيبي حشت وسطك حيش. يا ويلي قل اعوذ بربي الناس ملك الناس. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. يا مختار ولك وقف تقلع. يا ويلي قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ابو عدنان من شر الوسواس الخناس. ابو عدنان شبك؟ قوم حاجتك نوم، حدا بينام بعز الظهر؟ هلأ بيصل وفد من العاصمة، قوم غسل وشك وشرب شاي. وفد من العاصمة؟ يو شو صار له؟